الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9450. يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموعدنا وإياكم في هذه الليلة مع الحلقة الرابعة من هذا الدرس الذي هو بعنوان شكاوى وحلول. وقد سبق أن تراكمت لدينا أسئلة كثيرة من كثير من الإخوان ذات مواضيع متعددة، ولعلنا نستطيع أن نجيب في هذه الليلة على بعض هذه الأسئلة. واعلموا أيها الإخوة أن أمة الإسلام تمر بصحوة مباركة، وأن هذه الصحوة تتفرع وتكبر وتنمو مع الأيام، وأن الله سبحانه وتعالى يجري قدره عز وجل بزيادة تمكين لهذا الدين وزيادة نشر له وسعة نفوذ وقوة، وكل يوم يكسب الإسلام مواقع جديدة، سواء في نفوس بعض المسلمين أو في نفوس بعض البشر عموماً، أو في مراكز وأماكن وبلاد لم يكن تمكن الإسلام منها من قبل. وهذه اليقظة الإسلامية تحتاج إلى تنمية وترشيد، وتحتاج إلى علماء يقودونها، وتحتاج إلى طلبة علم ينوبون عن العلماء في كثير من المواقع في ترشيد هذه الصحوة. ولا شك أن اصطدام واحتكاك الناس المستقيمين على شرع الله بالواقع يؤدي إلى نشوء كثير من الأمور التي تحتاج إلى بيان وبسط. ولذلك فإنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم بالشرع والعلم بالواقع، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم بالشرع والعلم بالواقع كي يحصل هذا الرشد الذي نرنو إليه ونتمناه. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الصحوة مستهدفة، ولا أدل على ذلك من كثرة هذه الحوادث التي تأتي تباعاً، وهذه المؤامرات التي تدبر ضد الإسلام وأهله. وأعداء الإسلام يعلمون تماماً أن في هذا الانتشار خطر عليهم، وأنه لا يمكنهم أن يسكتوا أبداً عن هذا السير الحثيث الذي تسير به هذه الصحوة المباركة. ولذلك فإنهم يمكرون بنا مكر الليل والنهار كما قال رب العالمين. ولا شك أن إمكانات المسلمين ضعيفة، وأن العدة التي أعدوها للمواجهة لا تزال قليلة، ولكن أيها الإخوة لا بد على الأقل من وجود الوعي. إذا لم نكن نحن الآن على قدرة للمواجهة المادية مع الجاهلية، فلا أقل من أن نكون على وعي
بما يدبر للإسلام وأهله. ولا شك أن الأحداث قد أيقظت كثيرا من النائمين ونبهت كثيرا من الغافلين وعلمت كثيرا من الجاهلين، ولكن لازلنا نطمح إلى المزيد، ولازلنا نرجو أن شباب الأمة وأفرادها على وجه العموم يصلون إلى المستوى المطلوب من الوعي بالكيد والمؤامرات التي تحاك للمسلمين. ولا أضر على المجتمع الإسلامي من طعن يوجه إليه من داخله، لأن المسلم عندما يشعر بالخطر الخارجي يشعر معه بالتحدي، وهذا التحدي يقوده للصمود في المواجهة. ولكن إذا ما حصل نوع من الهجوم من الداخل فإن ذلك سيكون مفرقاً للصفوف ومزيداً للهموم ومسبباً لكثير من أنواع الشتات. وفيما أظن والله أعلم أن الأمور الآن تتجه إلى مزيد من التوحد المطلوب، وأن كثيراً من الحزازات التي تكون بين بعض الفئات في المجتمع الإسلامي آخذة إن شاء الله إلى الزوال، ولكن ذلك يتطلب ولا شك مزيداً من مضاعفة الجهود في هذا الجانب لصهر أبناء الإسلام في بوتقة واحدة وطريق واحد، وهو مسلك أهل السنة والجماعة. ولا يمكن أيها الإخوة أن يجمع المسلمين الخلص إلا هذا الطريق، ولا يمكن أن يوحد مجهوداتهم إلا الانخراط في هذا الطريق. لا بد من الرجوع إلى طريق السلف، طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، وتمثل هذا الطريق عقيدة وعملا وسلوكا وأخلاقا ومبادئ ومواقف وتصورات ومنهج ومعاملة ونحو ذلك. ولا بد أن تعتري مسيرة العمل الإسلامي كثير من العوائق، كثير من العوائق التي يكون معها نوع من الشبهات الطارئة في بعض الأذهان، ونوع من الشهوات والمعوقات النفسية التي تقعد ببعض الناس عن السير في هذا الركب. ولكن لا شك أننا نحن الخاسرون إذا لم نقم بهذا الدين، فإننا إذا تولينا فإن الله عز وجل يأتي بقوم آخرين فيكتب على أيديهم نصرة هذا الدين وحمل هذا الدين. وأقول أيها الإخوة إننا يجب أن نعد أنفسنا لمعركة لا ندري متى تكون، ويجب أن نجهز أنفسنا لمواجهة لا ندري متى تحدث بشكل واسع ونطاق كبير، ولكن أخذ الأهبة النفسية على أقل الأحوال يساعد كثيرا في الوصول إلى النصر الذي وعد الله به عباده المؤمنين. وفي غمرة هذا السعي لا بد أن يترفع المسلمون وبالأخص شباب الإسلام عن كثير من الترهات والتوافه التي تشغل عقولهم وأوقاتهم وجوارحهم، لكي يتجهوا فعلا إلى الهدف الأساسي دون الانهماك بمعارك جانبية ومنحنيات ومنعطفات لا تخدم القضية الأساسية لأهل السنة والجماعة. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن أي مبدأ من مبادئ الإسلام ومبادئ الشريعة وجزئيات السنة المطهرة ولو كان سواكا واحدا،
ولكن لا بد أن نزن الأمور بالميزان الشرعي، وأن نصرف لكل شيء الوقت والجهد اللائق به، ويكون عندنا أولويات، ويكون عندنا توازن في صرف المجهودات. بعد هذه المقدمة نريد أن نستعرض في هذه الليلة بعض المشكلات المتعلقة بالأوساط الدعوية والاجتماعية والثقافية. فنستكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن موضوع السهر أو مشكلة السهر، وسنتكلم عن مشكلة الحيرة الموجودة في عالم الأشرطة الإسلامية والكتيبات الإسلامية، ونستكلم إن شاء الله كذلك عن المشكلة التي يطرحها بعض الإخوان في موضوع التوفيق بين الدراسة والوظيفة وبين الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي. وسنتكلم كذلك عن مسألة تتعلق بالأخوات في الله، والكلام عن مشكلة من المشكلات الموجودة عندهن أو عند أصحاب الأطفال منهن. وسنتكلم كذلك عن مشكلة إطلاق البصر بشكل سريع، وعن مشكلة الطفش الذي يشعر به البعض في بعض الأحيان، وعن بعض مظاهر عدم الجدية والأمراض والسلبيات الموجودة لدى بعض الشباب في الأمور التربوية. ونبدأ وإياكم بالمشكلة الأولى في هذه الليلة، وهي قضية السهر. وردت كثير من الأسئلة في هذا الموضوع من بعض الإخوان الذين يشتكون من هذه المسألة ويطلبون الحل لهذه القضية، وبعض الغيورين الذين ينظرون في الواقع فلا يعجبهم أبداً ما يحصل من تضييع الأوقات في الليل من كثير من الناس. ونقول أيها الإخوة، لا شك أن السهر ينبغي أن يقسم إلى أقسام، وسنتكلم عن ثلاثة أقسام رئيسية للسهر. فمن السهر ما يكون في طاعة، ومن السهر ما يكون في مباح، ومن السهر ما يكون في معصية. فأما السهر الذي هو في طاعة فإنه أمر محمود غير مذموم، ومن ذلك السهر في مصالح المسلمين، السهر في الحراسة في الجهاد والرباط والثغور، السهر في قيام الليل وإحيائه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، السهر الذي كان لا يجعل كثيرا من الدعاة المخلصين ينامون. وعندما تتأمل ما كان يحدث بين ابن باديس والبشير الإبراهيمي رحمه الله، وما يحدث في مجالس كبار الدعاة إلى الله عز وجل من مناقشة الأمور التي تؤرق الأمة، وما يحدث بينهم من التناقش من المناقشة والحوار الهادف ومحاولة الوصول للحلول التي توجد للأمة المخارج التي توصلها إلى طريق العزة والتمكين وكيفية مواجهة أعداء الإسلام، لا شك أن هذا السهر أمر محمود. وعندما نتذكر قصة ذلك الصحابي الجليل الذي قام يحرس المسلمين، فكان يستغل وقت الحراسة بالصلاة، فرمي في الليل بسهم من المشركين، فلا زال يصلي ولم يقطع الصلاة، ودمه يسيل على جسده وهو يقظان منتبه لما حوله، وفي نفس الوقت يحس بلذة المناجاة وهو يقرأ كلام الله عز وجل ويتلوه في صلاته. أقول أيها الإخوة،
لا شك أن هذا سهر محمود إذا لم يضيع واجباً أوجب منه، أو إذا لم يضيع مصلحة شرعية أعلى منه. فإن بعض الناس قد يسهرون في أمر شرعي ولكن يفوت عليهم ذلك صلاة الفجر، وفي هذه الحالة يكون سهرهم مهما كان موضوعه غير صحيح، لأنه أدى إلى تضييع فريضة من فرائض الدين. والصلاة الوسطى على قول بعض أهل العلم، والصلاة التي حضورها فارق بين المؤمن والمنافق، فلا شك أن السهر حينئذ يكون أمراً خطأً لا يصح أن يستمر أبداً. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها كما جاء في الحديث الصحيح. ولعل النوم قبل العشاء يؤدي إلى تضييع صلاة العشاء، ولذلك فإنه لا ينام المسلم قبل صلاة العشاء لورود النهي في ذلك، وإنما ينام بعد أداء الصلاة. وأما السمر والحديث بعد صلاة العشاء فإنه أمر غير محمود شرعا في الأصل، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي مثل الصلاة وقيام الليل، أو ما يكون بين المسافرين من الكلام الذي يهون عليهم قطع الطريق في الليل. ولأن الأرض تطوى بالليل والسير في الليل في السفر أمر محمود، كان لابد من شيء من الكلام الذي يهون المسافة، كما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع بعض نسائه وهو يسير في طريق السفر، فيتجاذب معها أطراف الحديث، ويكون كلام كل واحد منهما مؤنساً للآخر أو مؤنساً للآخر. والسهر الثاني وهو السهر المباح مثل هذا الذي ذكرناه في السفر، وما يكون مثلاً مع الضيف، فإن الضيف قد يطرقك أحياناً فيكون الكلام معه والانبساط والاستئناس نوعاً من حقوق الضيافة، فيكون أمراً محموداً إذا لم يؤدي إلى مفسدة أو يؤدي إلى تضييع مصلحة أعلى من ذلك. ولكن كثيراً من سهر الناس في هذه الأيام إما أن يكون سهراً في معصية، أو سهراً في أمر مباح يؤدي إلى تفويت مصلحة شرعية أعظم. وبعض الناس قد يسهرون كما ذكرنا في أمر من الأمور المباحة، كسهر البعض مثلاً في هذه الأعمال الموجودة الآن، فإن الأعمال الموجودة في هذه الأيام مع تكالب الحياة المادية قد جعلت كثيراً من الناس يعملون في الليل، ولا شك أن بعض مصالح المسلمين تتطلب العمل في الليل، كالعمل في المستشفيات مثلاً للأطباء المناوبين، أو العمل في المطارات في استقبال الرحلات، رحلات المسافرين، والعمل في بعض قطاعات الخدمات كالكهرباء مثلاً والأمن، فإن وجود الحراس أمر مهم في المجتمع الإسلامي حتى لا يحصل هناك سرقات وإخلال بالأمن. أقول إن سهر هؤلاء هو لا شك مباح، لأنهم يسهرون في مصالح وظيفية أو شرعية في بعض الأحيان، ولكن لا يجوز أن يؤدي هذا السهر ولو كان في العمل
إلى تضيع صلاة الفجر مثلا. ولذلك فعلى هذا الشخص أن ينام في النهار إذا تطلب عمله أن يكون في الليل نوما كافيا من القيلولة وغيرها من النوم في أول النهار، بحيث يستطيع أن يسهر في الليل دون أن يضيع صلاة الفجر. ولكن ماذا يكون الأمر إذا كان سهر كثير من الناس في مضيعات الأوقات من أنواع الأفلام والألعاب كلعب الورق ونحو ذلك، أو بعض ألعاب الكمبيوتر التي مع الأسف يضيع وقت كثير من الناس فيها إلى ساعات متأخرة من الليل، وبعد ذلك تضيع عليهم كثير من المصالح الشرعية؟ وإننا إذا ناقشنا الأسباب التي تؤدي للسهر في هذه الأيام سنجد كثيراً منها. فمن ذلك مثلاً السهر لهذه المصالح الدنيوية كما ذكرنا، كما يسهر بعض الطلاب في مذاكرة الدروس، ولا شك أن بعضهم ممن لهم همة معينة في الدراسة وهدف في الوصول إلى معدلات عالية، لا شك أنهم يسهرون أجزاء لا بأس بها من الليل. ولكن أيها الإخوة، يجب أن يناقش هؤلاء الطلاب أنفسهم جيدا في مسألة ماذا سيؤدي إليه السهر. ومن الأسباب أيضا ما حصل من وضع المجتمع، فإن طبيعة هذا العصر تختلف عن طبيعة العصور السابقة. فمثلا وجود الكهرباء من الأمور التي أدت إلى سهر الناس في الليل، ففي الماضي ما كان هناك كهرباء، ولذلك كان اليوم ينتهي بطبيعة الحال بحلول الظلام، وحلول الظلام كان مانعا من ممارسة الأنشطة التي يمارسها الناس في هذه الأيام. لكن الآن مع وجود الأنوار والكهرباء وهذه المصابيح وهذه الآلات التي تشتغل الكهرباء، لا شك أن ذلك قد ساعد الناس على السهر. وإلا في الأصل المجتمع في القديم كان الناس ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة، وقد يؤخرون صلاة العشاء كما هي السنة ولكن ينامون بعد ذلك. لكن وجود هذه الأنوار الآن جعلت الناس يستيقظون ويواصلون، لأن ليلهم صار كأنه نهار. ومن الأشياء الأخرى وجود هذه البرامج المختلفة التي تذاع وتبث، بحيث أنها صارت تجذب الناس وتجعلهم يتسمرون أمام الأجهزة لمتابعتها. ومن الأسباب كذلك وجود الزيارات الآن. مثلاً طبيعة المجتمع بما أن العمل في النهار، صار الناس إذا صاروا يزورون بعضهم زيارات عائلية، متى يزور بعضهم بعضاً؟ في الليل. فلا يزور، نادر من يزور مثلاً في العصر أو في الصباح، إلا إذا كان في آخر الأسبوع. ولكن صار الناس إذا صار واحد عنده مثلاً عزيمة أو دعوة أو وليمة أو زيارة عائلية أو زيارة أصدقاء أو حتى مجلس علم، صار ذلك يجعل في الليل. فصارت طبيعة الواقع الذي نعيش فيه من الناحية الوظيفية ومن الناحية الدراسية جعل أنشطة الناس الخارجية كلها تتكوم في آخر اليوم، وتحصل هذه الأشياء في الليل. من الأسباب كذلك وجود بعض الناس الذين يكونون من المتكلمين كلام طبعاً غير مفيد في كثير من الأحيان، وإنما تكون زيارات بعضهم لبعض عبارة عن أحاديث يتجاذبون أطرافها حتى يطول بهم الأمر إلى أن يستيقظوا أو يبقون مستيقظين إلى ساعة متأخرة من الليل. وهذه النوعية من الناس الذين يمكن أن نسميهم بالنوعية الثرثارة التي لا تنام ولا تجعل غيرها ينام، مبثوثة موجودة في المجتمع. ولعل طلاب الجامعات والذين يسكنون مع بعضهم في مساكن داخلية يشعرون بهذا الأمر أكثر من الذين يسكنون مع عوائلهم، فإن هذه النوعية تتعرض لكثير من الناس الذين يزورون في أوقات متأخرة في الليل ويفتحون مواضيع يجر بعضها بعضا، وينتهي الأمر إلى
تضيع كثير من المصالح الشرعية. وهؤلاء الضيوف الثقلاء الذين لا يراعون مصلحة أنفسهم ولا مصلحة غيرهم ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مصالح إخوانهم المسلمين على الأقل. وأما بالنسبة وكذلك من الأسباب الأرق، فإن بعض الناس قد لا يأتيه النوم لعدة مشكلات تعترض ذهنه أو تشغل ذهنه ونفسه، من الأمور العائلية أو الأمور المالية أو المشكلات الموجودة في الواقع أو مثلا المشكلات موجودة في الوظيفة أو في الدراسة أو أشياء تتعلق بالمعاصي. فإن بعض أو كثير من أهل المعاصي لا يرزقون الطمأنينة في النوم، ولا يرزقون الهدوء في الليل، ولا يرزقون هدوء الأعصاب، ولا يرزقون هدوء النفس. ولذلك فإن القلق يعتري هؤلاء دائما وباستمرار، ومن نتائج ذلك أنهم لا يرزقون النوم الهانئ، ولذلك تجد الأرق مستمر معهم بشكل دائم. قد يكون بعض الناس عندهم نواحي طبية تجعل الأرق موجود في أجسادهم، لكن كثيرا منهم نقول الأرق بسبب البعد عن الله عز وجل. لا شك أن من أكبر أسباب الأرق البعد عن الله عز وجل. وبالنسبة لأضرار السهر وإدراكها جزء مهم من العلاج، فإنها كثيرة. فمن ذلك تضيع الواجبات الشرعية كما ذكرنا، تضيع صلاة الفجر سواء ضيعها في جماعة أو أخرجها عن وقتها. وفي كثير من الأحيان يكون منهارا جدا أو يكون متعبا جدا إذا ذهب إلى المسجد ليصلي، ولذلك فإنه يكون في حالة من النعاس لا تمكنه مطلقا من متابعة قراءة الإمام ولا من التدبر في القرآن ولا من المعرفة في أي ركعة هو ولا ماذا يقرأ من أذكار الصلوات. وهذا مشاهد بالنسبة للناس الذين يسهرون، فإنهم في صلاة الفجر في الخشوع معدوم تقريبا، لأنه ليس عندهم قدرة على الاستيعاب ومتابعة جزئيات الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وأذكار الصلاة. ولذلك لو قال بعضهم أنا الحمد لله أسهر إلى الساعة الواحدة ليلا أو الثانية لكنني أستيقظ لصلاة الفجر، نقول نعم قد تستيقظ لصلاة الفجر، لكن ما هو حالك في صلاة الفجر؟ وهل أنت تستوعب ما يقول الإمام الآيات فعلا، أو أن عليك غشاوة من النعاس التي تحجبك عن الخشوع في الصلاة وعن متابعة ما يدور في الصلاة؟ ومن الأضرار كذلك أضرار جسدية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فإذا الله عز وجل جعل الليل سكنا، جعله سكن. ولذلك ترى الناس الذين يسهرون في الليل وينامون في النهار أحوالهم الجسدية مضطربة، وهو يعيش في حالات من التكسر وحالات من القلق وحالات من الاضطراب الجسدي لا تسمح له بأن يمارس وظيفته الحياتية والمعيشية بشكل جيد، لأنه نكس الأمر وقلب الفطرة وقلب نظام الحياة الذي وضعه رب العالمين في هذا الكون. ولذلك فإن جعل الليل سكن وجعل الليل وقت للراحة والهدوء والنوم، هذا من الأشياء التي من الأشياء التي قدرها الله عز وجل في الكون وجعلها. ولذلك فإن نوم هؤلاء ولو ناموا في النهار أحيانا لا يغنيهم أبدا عن نفس الوقت من نوم الليل. ومن الأضرار كذلك ما يحدث من مثلا من الموظفين من تضييع للدوام، فهو يأتي متأخر للدوام ويتسبب ذلك في قلة أدائه في العمل وسوء استقبال المراجعين والنتائج القليلة التي تترتب على ذلك، وقد يؤدي كذلك إلى أن يأخذ مالا في النهاية ليس من حقه.
وبالنسبة للطلاب فإن ذلك يؤدي إلى تغيبهم عن الحصص الدراسية خصوصاً التي تكون في أول النهار، أو إلى عدم استيعابهم في تلك الحصص بسبب هذا السهر المتأخر في الليل. وكذلك من الأضرار أنه يؤدي إلى أن ينام في غير وقت النوم، فمثلاً ينامون بعد العصر، والنوم بعد العصر كرهه السلف. صحيح أن الحديث الوارد فيه ضعيف، ولكن كرهه السلف بسبب بغير حاجة، أما إذا كان لحاجة لا بس، لكن لغير حاجة مجرد الإنسان يقلب نظامه فيجعل النوم بعد العصر، فهذا متى سينام في الليل؟ ولذلك سيسهر في الليل لأنه نام بعد العصر، بينما لو كان نام مبكر ما يمكن أن ينام بعد العصر. غاية ما هنالك أن يطبق السنة في نوم القيلولة. لا شك كذلك من أن السهر يجلب لبعض من يريد القيام ببعض العبادات مشكلة، فإذا كان سيسهر مثلا فمتى سيقوم في الثلث الأخير من الليل؟ هل سيقوم في الثلث الأخير من الليل؟ علما أيها الإخوة أن كثيرا من الناس الحقيقة يسهرون إلى الثلث الأخير من الليل، ولو أنهم أوتروا قبل النوم لكانوا يعتبرون ممن يوتر في الثلث الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل إذا قسمت الليل إلى ثلاثة أقسام، ربما يبدأ الثلث الأخير من الليل مثلا في هذه المنطقة يكون الساعة 12:30 ليلا، هي بداية الثلث الأخير من الليل مثلا. وهذا طبعا يتفاوت باختلاف الليل طولا وقصرا، نهارا وأقصد شتاء وصيفا. ولذلك فإنه على الأقل لمن يسهر على الأقل لا بد أنه لا يضيع على نفسه فرصة الوتر في ذلك الوقت. وكذلك الذين يسهرون سيفوت عليهم السحور إذا أرادوا الصيام في اليوم الاثنين والخميس أو في أيام البيض، لأنه إذا سهر بالكاد أن يقوم لصلاة الفجر، فلا يمكن أن يستيقظ قبل صلاة الفجر ليتسحر أو يشرب شيئا من الماء إذا أراد أن يصوم، وهذا يفوت عليه هذه السنة، وقد يثنيه عن الصيام نهائيا بسبب أنه لم يتسحر ولا يقوى على الصيام في بقية اليوم. ولا بد أيها الإخوة من معالجة جادة لهذه المشكلة. والسهر أصلا هو عادة، ولذلك تجد الذين تعودوا على السهر يصعب عليهم النوم مبكرا، اللهم إلا إذا صار مرهق جدا في اليوم بسبب بعض الأشغال المتلاحقة والثقيلة فإنه يضطر للنوم مبكرا على خلاف العادة. ولذلك فالذي يعود نفسه على النوم مبكرا تنتهي لديه هذه المشكلة. والناس يتعودون يمكن أن يتعودوا في فترة وجيزة، لمن كان عنده همة وكان عنده طاقة أو إرادة قوية وجازمة فإنه يمكن أن يعود نفسه على النوم مبكرا، والمسألة قد تأخذ بضعة أيام، وما هو إلا أن يكون من الناس الذين يكون من أهل التبكير. ولا شك أن الذي يتأمل في فوائد التبكير الناتج عن النوم المبكر يجد البركة الحقيقية. ومع الأسف أيها الإخوة فإن من أضرار السهر ولا يفوتنا أن نذكر ذلك فوات البركة في أول النهار التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فقال بورك لأمتي في بكورها، ولذلك يسهرون في الليل وينامون بعد الفجر فتفوت عليهم البركة الموجودة في أول النهار. ولذلك فهؤلاء يفوت عليهم الجلوس بعد الصلاة إلى طلوع الشمس، سواء في ذكر الله أو في طلب العلم أو في دراسة أو في أشياء معيشية حتى. ولذلك نظام المجتمع كله انقلب، فلذلك تجد الآن لا أحد يفتح دكانه بعد الفجر، مع أن من أسباب الرزق العظيمة التبكير في السعي في الأرض وفي طلب الرزق والمعايش. ولذلك نحن تأثرنا فعلاً بطريقة المجتمع التي سار عليها الناس، فصار استغلال وقت بعد الفجر هذا أمر يكاد يكون شبه معدوم عند الكثير من الناس. ومن الأمور الخروج من العلاجات عند طبعا بعض الناس الخروج من حياة العزبة أو العزوبية إلى حياة الزواج،
فإننا نلاحظ أن كثيرا من الإخوان الذين يكونون في مقتبل عمرهم أو في شبابهم في حالة يعني عدم زواج وعزوبة إنهم يسهرون كثيرا في الليل، ويكون منادمة بعضهم لبعض ممن هو على شاكلته من الأشياء المشجعة على السهر. لكن إذا تزوج صار عنده بيت وصار لابد يرجع مبكر من أجل زوجته ومن أجل أولاده وتنضبط حياته، ولذلك هذا الزواج فعلا من نعم الله ومن فوائده ضبط مسألة السهر في الليل، ولعل بعض الإخوان الذين تزوجوا يدركون ذلك جيدا. ومن العلاجات أيضا الإحساس بالمسؤولية وقيمة الوقت، فإن الإنسان إذا كان وقته يذهب هدرا ولا يحس بمسؤولية فإنه سيكون في حالة من اللامبالاة التي تجعله يسهر في الليل وينام في النهار ويضيع كثيرا من الواجبات لعدم إحساسه بالمسؤولية. ومن الأمور كذلك نوم القيلولة وعدم النوم بعد العصر والالتزام بعدم النوم قبل العشاء كما قال عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر في هذه المشكلة لننتقل معا إلى مشكلة أخرى، وهي قضية الحيرة التي يقع فيها كثير من الناس والشباب في هذه الأشرطة الإسلامية المتكاثرة الموجودة. فنقول أيها الإخوة في مطلع الكلام عن هذا الموضوع، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على الدعاة وعلى الناس في هذا العصر أن هيئ هذه الوسيلة النافعة التي تنقل فيها المعلومات وتيسر السبل في التعلم وتدخل النفع إلى كثير من البيوت، وهي قضية توفر الشريط الإسلامي. وتوفر الشريط الإسلامي ساعد على رفع كثير من إزالة كثير من الجهل ورفع كثير من المستويات ونشر الوعي بين طبقات المسلمين في طبقات المسلمين المختلفة. ولا شك أن الأشياء التي انتفعت بها الأمة من الشريط الإسلامي لا يمكن أن توصف ولا يمكن أن تحصر، ونقل كثير من العلم والوعي إلى أماكن لا يمكن أن ينتقل إليها بواسطة هذا الشريط الإسلامي، وصار الشريط الإسلامي بديلاً عن كثير من المنكرات الموجودة التي يشتغل بها بعض الناس، وكان سبباً في هداية كثير من الناس، وكان تعويضاً لكثير من الناس الذين لا يتمكنون من حضور حلق العلم بسماع هذه الحلق المسجلة في هذه الأشرطة. ولكن أيها الإخوة، كل شيء إذا حصل فيه جوانب من التقصير ينعكس بشكل سلبي على الواقع. وأقول وأدعو الشباب وأدعو إخواني المسلمين عموماً إلى التفكر جيداً في انتقاء هذه الأشرطة الإسلامية، والمشكلة الموجودة عند البعض أنهم يتابعون الجديد والجديد فقط ولا ينظرون إلى كثير من الأشرطة التي تحوي علماً نافعاً ووعياً جيداً وذخيرة ممتازة كانت قد قيلت في سنوات ماضية، وصار الهوى في الجري مع الجديد ودخول الإخوان إلى محلات تسجيلات يطلبون آخر ما نزل وآخر ما نزل فقط، صار حاجزاً بينهم وبين الانتفاع من الكثير من كثير من الأشياء النافعة التي حصلت في الماضي وسجلت قبل سنوات. وهذا الهوى أو هذه الشهوة في متابعة الجديد فقط حرمت، وأقول حرمت فعلاً من كثير من المنافع. ولذلك لا بد من إجراء نظرة تعديلية في واقع سماع الأشرطة الموجود عند كثير من الناس اليوم.
فلا شك أن الأمور تنقسم إلى نوعين: أشياء حادثة ومستجدة تحتاج إلى تعليق وتحتاج إلى بيان وتحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى تبيين، وهذه لا يمكن أن تجدها إلا في الأشياء الجديدة. ولذلك صار الناس إذا حصل حدث معين وحصلت قضية معينة يتلهفون ماذا سيقول الشيخ فلان، وماذا سيعلق العالم فلان، وماذا سيقول طالب العلم فلان، وماذا سيقول خطيب فلان، لأن ذلك يعتبر توعية ويعتبر نشر لشيء نافع وتجلية للمواقف وتوضيح للأمور وبيان للمعضلات، وهذا شيء جيد، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بمتابعة الأشياء الجديدة، وهذا أمر طيب ولا يمكن أن ينكر أبداً، ولا يمكن أن يعتب على الناس في أن يسألوا عن الجديد في هذا الأمر، لأن هذا شيء طبيعي. ولكن أن يصل الأمر إلى أن تكون الأشرطة الإسلامية مثل الجرائد بحيث أنها تسمع وترمى، أو أن الشيء القديم لا يكون له أي قيمة على الإطلاق، فهذا أمر في غاية الخطأ. ونقول إن الأجيال الجديدة التي تنشأ وتتربى في المجتمعات الإسلامية وفي المحاضن الإسلامية الخاصة، عندما تنشأ على الجديد فقط، وهؤلاء كانوا غير ملتزمين عندما سجل شريط ممتاز قبل سنوات، أو كانوا صغاراً لا يسمعون الأشرطة، عندما حصلت محاضرة جيدة قبل سنوات، هذه الأجيال إذا انشغلت بمتابعة الأمور الجديدة فقط فإنها ستحرم من الخير الكثير في الماضي. ولذلك من العلاجات المهمة توجيه أصحاب التسجيلات الإسلامية إلى استدراك أنفسهم في التركيز على الأشرطة الجيدة القديمة وإحيائها وإبرازها وإفساح المجال لها في التسجيلات. ولذلك فإنه مع الأسف ونحن نوجه الكلام لأصحاب التسجيلات فعلا، وهذا يعني نقد بناء، أن نقول لماذا اختفت زوايا التي كانت توجد فيها أشرطة جيدة لبعض المشايخ الذين ظهروا وبرزوا في 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 زمن مضى وفي سنوات قريبة ماضية. بعض الزوايا اختفت نهائيا لأن الأشرطة الجديدة كثرت وكثرت وكثرت جدا، فصارت الأشرطة القديمة تزال وتمسح ترفع من الرفوف ليحل محل أشياء جديدة فقط وأشياء جديدة، وليس كل شيء جديد مفيد، فقد يكون هناك شيء قديم أهم من الشيء الجديد بكثير جدا. ولذلك فإن الغثائية إن كانت قد دخلت في جوانب، فمن الجوانب التي دخلت فيها قضية هذه الأشرطة التي ينبغي أن تنقح ويبرز الشيء المفيد ولو كان قديما. ولذلك لابد أن يعمل لها إعلانات ودعايات، وليس فقط صدر حديثا وصدر جديدا وتنسى الأشياء الماضية التي قد حصل فيها تحضير جيد من بعض المشايخ وفتاوى مهمة من بعض العلماء وتوعية جيدة من بعض المفكرين الإسلاميين. مع الأسف هذا التوجه أيها الإخوة غير موجود بشكل كاف، ولا إن تعالت أصوات بعض المخلصين ممن يريدون توجيه هذه القضية إلى أحياء بعض الأشرطة القديمة ونشرها، فإن الأمور عند كثير من الإخوان ليست هكذا في 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 الاهتمام بهذه المسألة. ولذلك فإننا نترحم فعلا على بعض الأشرطة الجيدة التي اختفت من السوق تماما ولم يعد لها تداول بين كثير من الشباب، مع أنها تغطي جوانب جيدة جدا في المجتمع. وليست الأشرطة الإسلامية مثل السلع الغذائية بحيث إذا انتهى بحيث أن يكون لها مثلا فترة انتهاء وانعدام الصلاحية، فإذا ذهبت انقضت ولم يعد لها فائدة على الإطلاق. فإن هذا الدين أيها الإخوة وهذه المسائل الشرعية كما ذكرت منها ما هو مستجد يحتاج فعلا لمتابعة الجديد بشأنه، ومنها ما هو لا يمكن أن تتغير قيمته بتقادم الزمن. فمثلا الفتاوى الشرعية، قضاء الموعظة المواعظ، مثلا القضايا مثلا الجوانب الاجتماعية والأخلاقية الخلقية وبعض جوانب الوعي والكلام في أمور كثيرة من الدين، مسائل لا زلنا نحتاج إليها، ومهما مضى عليها من السنوات فإن سماعها
لا زال يبقى مفيدا ويبقى يعني يبني أشياء كثيرة في النفس. والحقيقة أنني أقول لإخوان أننا نحمد الله عز وجل أن ظهر في هذا الوقت كثير من أهل العلم ومن المفكرين ومن طلبة العلم ممن برزوا في مسألة بيان الحق والصدع به وتبيان الحلول للمشكلات وتقديم الإسلام بطريقة سهلة إلى الناس وتبسيط القضايا الإسلامية وطرحها بشكل عصري، ولا أقصد بشكل عصري تغيير أصول الدين حاشا وكلا ومعاذ الله، فإن هذه طريقة الضلال والمحارفين، ولكن أقصد تقديمه بقالب يسهل على الناس فهمه وبقالب لا يغير الأصول الشرعية مطلقا ولا يتعدى على الحدود الإسلامية الشرعية أبدا، وإنما هو مسألة جعل إبراز القضية وطرحها بشكل يلائم عقليات الناس الموجودة اليوم. أقول إن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن أبرز فيها مفكرين وطلبة علم عندهم متابعة جيدة للأحداث وعندهم قدرة على إبراز الحق وعندهم قدرة على البيان وعندهم قدرة على تفهم المشكلات وتفهم نفسيات الناس وبالذات الشباب وطرح العلاجات لهؤلاء الناس للحيارة وإبراز الحلول للمشكلات الموجودة في المجتمع. أقول هذا شيء جيد، ولا بد من الحرص على السماع لهؤلاء الأشخاص وهؤلاء المفكرين وهذه الطبقة من طلبة العلم والمشايخ، ولكن في نفس الوقت هناك أشرطة مهمة وسلاسل علمية مهمة، فلماذا العزوف عنها ولماذا رفض سماعها وإهمالها؟ فإننا نترحم كما قلت على كثير من الأشرطة الجيدة من فتاوى المشايخ والعلماء. أيها الإخوة، إن يعني عدم الجدية من أسباب عزوف كثير من الشباب على سماع دروس العلماء. من الذي يسمع الآن مثلا دروس وأنهم لا يزالون يعيشون في جانب هامشي حقيقة؟ ولا إن كانت بعض هذه الأشياء الترفيهية تصلح بالنسبة للمؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوب من الناس الذين يدخلون الدين أو يدخلون الالتزام بالدين والاستقامة الآن، فإنه ماذا سيكون الكلام بالنسبة للذين مضى عليهم سنوات في طريق الهداية والالتزام والاستقامة ولا تزال همتهم في متابعة هذه الأشياء الجانبية ويعجبون بالمحاضرين أو الشخصيات التي يعني تطرح طرائف وأشعار وقصص ولا يسمعون للعلماء وطلبة العلم والمشايخ الذين يطرحون أشياء جادة؟ فقولوا لي بالله عليكم مثلا ما أين أشرطة عدد من المفكرين ومشايخ؟ أضرب لكم بالأسماء على سبيل المثال الذين مثلا يسمعون الآن للشيخ مثلا محمد قطب، قلوا جدا في قضاياه التربوية. أين شريط مثلا عوائق في طريق الدعوة وسلسلة منهج التربية الإسلامية الذي يصل إلى أكثر من 20 شريطا يشرح فيه التربية الإسلامية من الصغر إلى ما شاء الله، وشريط كيف نربي أنفسنا وخصائص الدعوة والإسلام بين جهل أبنائه وكيد أعدائه، وكل أين أشرطة الشيخ عمر الأشقر وما هو مكانته الآن في سيارات الشباب ومكتبات الشباب السمعية، مثل شريط الانحراف عن المسيرة وعوائق بطريق التغيير والمرأة بين أدعياء التقدم ودعاة الإسلام وأعمال القلوب، وأين أشرطة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق التي تؤصل جوانب في العلم الشرعي كسلسلة قواعد التعليم وكيف نعرف السنة الصحيحة أو بعض أشرطة الترقيقية فلنعش ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين أشرطة الشيخ مثلا عبد الله السبت في الفتنة واختلاف الصحابة ونشأة الفرق والأمور التاريخية، وأين أشرطة مثلا الشيخ محمد الأشقر في شرح أصول الفقه؟ أقول وأين أشرطة مثلا الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله مثل شريط الذكر والابتداع في الدين، وأين أشرطة الشيخ محمد جميل غازي التي لا يدرى عنها شيئا بالمرة مثل هذه الصوفية والإسلام وكفى ودروس التفسير؟ ومن الذي يسمع الآن الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله الذي كان جبلا في قضايا الوعي والتصدي لكيد المستشرقين والوعي بمخططات أعداء الإسلام وأمرات عليه وبث روح الجهاد كالأشرطة تتكلم في تفسير سورة الأنفال؟ وأين أشرطة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله الذي كان قمة في وقته في الوعي بالواقع في الوقت الذي كان يسيطر فيه الغفل على كثير من الناس؟ وأين أشرطة تتكلم عن الماسونية ولصوص القلوب؟
أيها الإخوة، إذا جلسنا نتكلم ونطرح كثير من الأسماء التي اختفت تماماً من زوايا التسجيلات والأشرطة الجيدة، قد يكون البعض العذر في أن الصوت غير صافي، ولكنه مفهوم ويمكن السماع إذا ركز الإنسان. وأقول إن الخبرة تلعب دوراً مهماً. هؤلاء ناس عاشوا عدة أجيال وعاصروا أجيال وعاشوا الصحوة من بدايتها، وهؤلاء مرت عليهم تجارب كثيرة، فلا يمكن أبداً أن نرمي بأشطتهم جانباً ونأخذ شريط خطيب صاعد وشخص لتوه ظاهر ونترك أشط هؤلاء الناس. لابد من الإلمام بكافة الجوانب ومحاولة التوازن. إن هذه الخبرات لا يمكن أن تضيع هباءً، ولا يمكن أن الأجيال الصاعدة في الصحوة الإسلامية تنسى ماضيها وتنسى المشايخ الكبار والمفكرين الذين أسهموا في هذه المسألة. ثم ننتقل إلى قضية أخرى في مسألة الأشرطة هذه. إن كثيرا من الإخوان الذين يسمعون الأشرطة لا يحافظون عليها مطلقا، فلا تجد عندهم فهرسة ولا عندهم ترتيب لهذه، ولذلك تجد الشمس تأكل كثيرا منها تحت زجاج السيارات، وتجد كثيرا علبة هذا في شريط ذاك، وتجد أن هذه قد تقطع وتنثر، وهذا علاه الغبار، وهذا قد تعطل ولم يعد يشتغل به المسجل. وهذا على الأقل إذا سمعته على الأقل يكون عندك نوع مثلا من نقله إلى أناس يستفيدون منه أو إعارته، أو مثلا إذا كانت بعض الأشرطة مثلا غالية الثمن أو هي مجموعة، فليشترك بعض الناس في شراء مجموعة واحدة وتدور هذه المجموعة بينهم فيسمعونها. ولذلك لا أظن أبدا أن مسألة الطريقة الحاصلة الآن عند بعض الإخوان هي سليمة، ولا بد من الاستفادة من هذه النعمة، نعمة الشريط الإسلامي، وشكرها حق شكرها بأن نقوم بسماع الأشياء المفيدة فعلا، وننقي وننصح بعضنا بعضا بالأشياء المفيدة. وإن كثرت هذه الأشياء جدا وفقدنا القدرة على المتابعة، ولكن النصيحة والتناصح هو يعني حل من الحلول لمواجهة هذه القضية وهذه الكثرة الكثيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم نعمته في هذا الجانب من جوانب المنافع الإسلامية التي وجدت في هذا العصر. وأضيف إلى ذلك مسألة تتعلق بالكتيبات. هل من الصحيح أن تكون ثقافة الشاب المسلم الآن هي بعض الكتيبات الصغيرة التي تطرح الآن؟ صحيح أنه حصل تقدم في الطباعة والألوان الزاهية والكلمات الواضحة والأوراق والورق الفاخر والتوزيع الجيد، ولكن هل من الصحيح أن يقتصر علم الشباب وطالعة الشباب على هذه الكتيبات وتنسى الكتب المهمة التي طبعت في الماضي والتي ربما نفذت بعض طبعاتها، أو متابعة أو ترك الكتاب لأنه كبير الحجم والخوف منه والرهبة والملل الذي يحدث عند الكثيرين بسبب عدم الجدية وعدم الحرص على أن يكون هناك منهج جاد في القراءة وطلب العلم؟ أقول أيها الإخوة، حتى الكتيبات، كثير من الكتيبات المفيدة، قل لي الآن وبكل صراحة مثلا كم عدد الذين يقرؤون كتاب أو قرأ كتاب مثلا معالم في الطريق لسيد قطب رحمه الله، مع أنه كتاب ممتاز جدا وغاية في القمة في مسألة الوعي بالواقع وبناء التصورات والمفاهيم المهمة، فكم الذين يقرؤون مثلا قرأوا هذا الكتاب؟ وبعد فترة من الزمن سيقل الذين قرأوا هذا الكتاب، وتصبح مثلا كتب مثل هذا المفكر العظيم في زوايا النسيان وهكذا. وسنخبر على بعض الكتيبات التي قد يكون فيها شيء من قلة العلم أو عدم جودة الطرح والأسلوب وعدم جودة المعالجة، ولكنني أقول أيضا إن في كثير من هذه الكتيبات خير عظيم ولا شك، كما قلت في بعض الأشرطة الموجودة. فمثلا بعض هذه الكتيبات وسيلة ممتازة جدا في الدعوة إلى الله، وليس كل الناس مستعدين أن يقرأوا مجلدا ضخما، ولكن إذا أعطيته رسالة صغيرة بأربعين صفحة مستعد أن يقرأه ويتأثر منها ويتعلم. ولا شك أن المبتدئين في القراءة من طلاب المتوسطة أو الثانوية أو الناس الذين التزموا حديثا بالدين، لا شك أبدا بأن هذه الكتيبات نافعة جدا في تمهيد الطريق بالنسبة لهم في عملية القراءة وتسهيل الأمور وتبسيطها. لكن ماذا أقول في نفس الوقت بالنسبة للشباب أو الإخوان الذين أمضوا فترة طويلة في مشوار الالتزام ولا زال اعتمادهم على هذه الكتيبات الصغيرة، ولا يفتحون مجلدات ولا كتبا ويرهبون ذلك ويخافون منه أو يملون؟
وأقول إن الغثائية فعلا قد تسربت أيضا إلى عالم القراءة، وإنه لا بد لهذا الجيل من ثقافة جادة وقراءة مؤسسة وكتب ومراجع يرجعون إليها، وإلا فإن الاضمحلال المستوى الثقافي وانحساره وتراجعه وتدنيه سيكون عاقبة متوقعة ووشيكة إذا استمرت الأمور تمشي عند بعض الإخوان وعند بعض الناس بهذه الطريقة. ولذلك فلا بد من التوازن بين القديم والجديد والصغير والكبير والضخم وإعطاء كل ذي حق حقه في هذا الجانب. ثم أنتقل أيضا إلى قضية أخرى من القضايا التي طرحت في بعض الأسئلة، وهي مسألة التوفيق بين الدراسة والدعوة إلى الله، أو بين الوظيفة والدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي. يشكو كثير من الناس من مسألة أن الوظيفة تأخذ أغلب الوقت، ونرجع إلى العمل منهكين ومتعبين، ولا نجد وقتا للقراءة ولا للدعوة إلى الله عز وجل. ويشكو كثير من الطلاب من أن الدراسة تضغط عليهم، وأن الجامعة صعبة، وأن الاختبارات متوالية ومتلاحقة، وأن الدراسة تحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى جدية، وأن الحصص تستهلك أكثر وقتهم بحيث أنه لا يبقى لديه إلا وقت قليل للقراءة في كتب العلم الشرعي أو للتحرك في بعض الأنشطة الإسلامية كالدعوة إلى الله وصلة الرحم وزيارة الناس وإقامة علاقات اجتماعية مع الجيران وزيارة المرضى إلى آخره من الفرائض الإسلامية والشعائر التعبدية. لا شك أن هذه من المشاكل التي أوجدها الواقع، وأنا لا أشك بأن الواقع الذي نعيش فيه زيادة عن الشيء المعقول والحد المطلوب من الانشغال بالأمور المادية. لا شك الناس الآن، الحياة الآن مؤسسة على أن الإنتاج المادي هو الأساس وليس الإنتاج الشرعي أو الإنتاج الإسلامي والدعوي، وهذا حقيقي بخلاف المجتمع الإسلامي في السابق. ومع أن ساعات العمل أقصد العمل المادي الدنيوي في السابق في المجتمع الإسلامي الأول كان أقل، وكان الساعات الأكثر للجهاد وطلب العلم والدعوة إلى الله، لكن الله عز وجل بارك لهم وفتح عليهم وعاشوا في رغد من العيش، وانتصروا على الأمم واكتسحوا البلدان ودانت لهم شعوب كثيرة. ونحن بسبب أن حياتنا مؤسسة أن الربح هو الأساس والإنتاج هو الأساس والشهادة هي الأساس، فضيعنا أوقات كثيرة فيها وما التفتنا الجوانب الشرعية، فقلت البركة وقلت الأرزاق وقلت الأرباح وكثرت الخسائر، وصار الناس في هم وغم وجل العيش لأجل متابعة الرزق وكسب المال والسعي لإحراز الشهادة وهكذا. وهذه مسألة ينبغي عليكم أن تتأملوا فيها لتدركوا الفرق بين الماضي والحاضر، وكيف أن الناس والمجتمع إذا اتجه إلى الله فإن الله يرزقهم ويبارك في أوقاتهم وأعمالهم، بحيث أنهم لا يحتاجون إلى أن يمضي فترة طويلة من العمل ومن الدراسة ويذهب أكثر اليوم في أشياء دنيوية ومادية. ولا شك أيضا أن العدل الموجود في المجتمعات الإسلامية الماضية كان كفيلا بأن يصل لجميع الناس حقوقهم وأرزاقهم ولا يجدون عناء، ولا شك أن العزة الموجودة في نفوس المسلمين في السابق كانت تؤدي إلى أن يتعالوا على هذه الأشياء المادية فأتتهم راغمة، مو أنهم مثلا تعالوا عليها ثم أنهم عاشوا في فقر وذل، لا، هم تعالوا فوقها ومع ذلك أتتهم الدنيا راغمة وصارت الأرزاق تأتي لهم من جميع أنحاء الأرض، وفتح الله على المسلمين فتوحات كثيرة في الأشياء المادية، وتفوقوا على كثير من الأمم في الصناعات بسبب تطبيق المنهج الإسلامي في الواقع. وعدم تطبيق المنهج الإسلامي في الواقع هو الذي يؤدي إلى نقص البركة واضمحلال الأرزاق وشقاء الناس ونكدهم والسعي للقمة العيش. ومخططات أعداء الإسلام
في إلهاء المسلمين في القضية والتضييق عليهم وعدم تطبيق الأحكام الشرعية والحدود الشرعية في كثير من مجتمعات المسلمين أدى إلى هذا الجانب، وصار غالب سعي المواطن العربي أو الإسلامي في كثير من المجتمعات هو مسألة لقمة العيش وفقط. ولأن الأهل والأبوين وصار المسألة عندهم بالنسبة للولد هي قضية الشهادة، وأن الشهادة هي أهم شيء، صار التركيز عليها في الكلام ومطاردة الشاب والولد بحيث أنه لابد أن يدرس ولابد تأتي بالشهادة لكي تعمل تتوظف تتزوج وإلى آخره. فصار الآن الشيء الأساسي هو الدراسة. نحن مسلمون عشنا في هذا الواقع، وقدر الله أن نحيا في هذا الزمان، ولا يمكن أن نصادم الواقع وأن نقول خلاص لا نريد طلب، لا نريد وظائف ولا نريد دراسة، وسندرس بالحد الأدنى وسنفتح الدكان بالحد الأدنى وسنداوم بالحد الأدنى. لا يمكن، لأن الواقع يفرض نفسه في هذه القضايا، وإذا ما داومت تطرد من الوظيفة، وإذا ما فتحت الدكان لن تبيع، وإذا كان ما ذكرت لن تنجح. ولذلك لابد أن نعترف أننا نعيش وضع غير طبيعي، لابد أن نقر بأننا نعيش وضع غير طبيعي، يعني كمجتمع إسلامي وضعنا غير طبيعي، ولذلك الضغوط علينا كثيرة جدا. من جهة لابد الطالب يدرس، ومن جهة لابد الموظف يعمل، ومن جهة لابد، وهذا عنده أهل لابد أن يغطي نفقاتهم وأولاد، وعنده أقرباء في أماكن أخرى من البلدان ينبغي أن ينفق عليهم، وهذا مطالب العيش ما تنتهي، وما سيارات وبيوت وإيجارات ونفقات وملابس، تعقيدات الحياة زادت، والأدوات الكهربائية والإلى آخره، وصار الواحد يحتاج إلى مصادر تمويلية إضافية لكي ينفق في متابعة وشراء هذه الأشياء. في الماضي ما كان يوجد هذا التعقيد. طيب، وتذاكر السفر ووسائل المواصلات والضرائب وإلى آخره. فالمسألة إذن الآن صارت تحتاج إلى 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 العمل، يعني ضغط. الإنسان الآن صار يعيش، المسلم يعيش في الواقع في ضغط، عليه ضغوط كثيرة جدا، من ناحية الأهل ومن ناحية الوظائف والوظيفة ومن ناحية لابد. وفي نفس الوقت نحن نأتي ونقول لابد أن ندعو إلى الله، ولابد أن نطلب العلم الشرعي، ولابد أن نزور الأقرباء ونصل الرحم ونغيث الملهوف ونعود المريض ونشيع الجنائز، ثم بعد ذلك نجد أن الواقع لا يساعدنا على أداء هذه المهمات. فما هو الحل إذن؟ ما هو الحل إذن؟ نقول أولاً لابد أن نعترف كما ذكرنا بأننا لا نعيش وضعاً طبيعياً، وهذا سيجعلنا بالتالي نصل إلى نتيجة، وهي أننا لن نتوقع إنتاجاً إسلامياً كبيراً جداً بالشكل المطلوب من الناس الذين يعيشون في هذه الظروف المعيشية والوظيفية والدراسية. ولذلك علينا أن ننظر إلى الأمور نظرة واقعية، فلا يمكن أن نطالب الناس الآن بإنتاج سعد وأبي عبيدة وخالد وعمر وإلى آخره وابن تيمية والعلماء والمشاهير والناس، حتى الناس العاديين الذين كانوا يعيشون في الماضي كان لهم إنتاج، لا يمكن أن نطالب به الناس العاديين الآن. فإذا صارت عندنا النظرة الواقعية في الأمور، عند ذلك يمكن أن ننطلق، فنطلب من الشخص أن ينتج، سواء تطلب من نفسك أو تطلب من غيرك، أن ينتج بما يستطيع أن ينتجه. فإذا الثغرة أين تكون؟ الثغرة تكون مثلا في ضياع الأوقات، عدم استغلال الوقت، عدم تنظيم الوقت، يمكن أن يكون هنا في ثغرات. لكن من جهة أنك تطلب من الشخص أن يترك جامعته أو مدرسته أو وظيفته لكي ينشغل بالأعمال الإسلامية، الآن هذا الأمر غير واقعي، لا يمكن أن يوجد. وبناء على ذلك فإننا نقول إننا إذا التزمنا بمنهج الله سبحانه وتعالى فإن الله سيطرح البركة في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي مجهوداتنا، ويمكن أن نعمل في الساعة الواحدة إذا التزمنا بمنهج الله أكثر مما يعمله الشخص العادي في الساعة الواحدة. والالتزام إذن بمنهج الله هو الذي يعوض لنا شيء من النقص الحاصل في الوضع غير الطبيعي الذي أشرت إليه قبل قليل.
وعدم الانسيابية واللامبالاة وعدم الجدية في الأوقات لابد أن يغطى وأن يكافح وأن يقاوم بجدية ورغبة صادقة في مسألة استغلال كل دقيقة من الوقت بما يعود عليك بالنفع. ومسألة السعي للتوفيق بين الأمور بشكل متوازن هو الحل لمثل هذه الظروف التي نعيش فيها. ولا شك أن الناس في العادة في أي قضية طرفان ووسط، الناس عادة طرفان ووسط، تجد في ناس مغالين في الدراسة والوظيفة جدا، وكل ما صار عنده مصدر يأتي بمصدر آخر، وكلما أكمل شهادة يريد شهادة ثانية. هذا الشخص في عنده غلو في قضية الأشياء الدنيوية، لأنك إذا جلست تتوسع في الأعمال والوظائف والتجارات وهكذا بحيث أنك تستغرق كل وقتك، متى تعمل الإسلام ومتى تربي نفسك ومتى تهتم بأهلك ومتى تطلب العلم ومتى تقدم لهذا الدين، لن يحدث. ولذلك القناعة من العلاجات المهمة، القناعة، القناعة بما يكفي حاجتك. إذا صار عندك ما يكفي حاجتك وتصل به رحمك وتنفق في سبيل الله الحمد لله، فتكون الزيادة حينئذ نوعاً من الأمور غير المحمودة، لأنها ستشغلك عن قضايا شرعية وإسلامية ودعوية وعلمية لا بد من القيام بها. الطرف الآخر قد يكون عندهم غلو في مسألة ترك الوظائف، ترك التعليم وترك الدراسة وترك بقضية أنه لابد أن الآن نتفرغ للجهاد ونتفرغ للعلم ونتفرغ، وما عندهم مادة. لو كان والله واحد ثري عنده إرث ولا عنده مثلا مدخول تجاري، إيجارات وعقارات، كان قلنا له نعم يا أخي، أنت ما دام عندك يعني مردود وعندك إيجارات وعقارات تأتيك بما يكفيك ويكفي أهلك ويكفي مصروفاتك ويكفي أولادك لو أردت أن تزوج واحد أو تنفق على واحد، إذن الحمد لله، إذن أنت الآن مكلف ومحاسب من الله أكثر من غيرك من هذا الرجل الموظف المسكين البسيط صاحب الدخل المحدود أو المتدني. فالقناعة أيضا مهمة. فإذا صار عندنا الآن غلو في جهتين طرفان ووسط، الوسط هو التوازن الذي يفرض على الإنسان أن يعاش الواقع بواقعية ويأتي لنفسه بالأشياء المفيدة والأشياء المادية، المدخولات المادية المعقولة لمواجهة التكاليف الحياة، وفي نفس الوقت يستغل أوقاته. فلا يمكن أن يقول واحد أنا ما عندي وقت مطلقاً أقرأ فيه ولا أطلب العلم، ولا عندي وقت مطلقاً في حياتي أن أدعو إلى الله، ولا عندي وقت مطلقاً أن أزور جاري، ولا عندي وقت مطلقاً أن أعود مريضاً. هذا إنسان في الحقيقة إنسان يعني يضحك على نفسه ويخادع نفسه. ما في واحد بهذا الشكل، لا يمكن. يمكن يحصل عندك في شهر في أسبوع في وقت من الأوقات ضغط معين، لكن أن تقول أنا ما عندي وقت مطلقاً هذا غير صحيح. ولا شك أن علو الهمة من الأمور التي تدفع الإنسان لعمل أشياء كثيرة في وقت قليل، ولا شك أن علو الهمة يجعل في الإنسان طاقات لم تكن موجودة من قبل. وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام. ولذلك فإن أصحاب الهمة العالية يتحمسون ويتحفزون ويعتصرون الأوقات لكي يخرج لهم وقت وفسحة يعملون فيها أشياء مفيدة لهذا الدين، ويقدمون لإسلامهم ويقدمون خدمات لمجتمعهم ولهذا الكيان الإسلامي الذي يعيشون فيه. وينبغي أن يعلم الناس المسلم أنه موقوف لله عز وجل، وأن يعني أوقاته وعمره ليس يعني ملكا له، وإنما هو ملك لهذا الدين وملك لواجبات هذا الدين وفرائض هذا الدين. وكذلك إذا شعر أنه يفرق عن الناس العاديين، وإذا شعر أنه متميز عن الناس العاديين، إذا شعر أنه صاحب رسالة وصاحب مبدأ وصاحب منهج
عند ذلك يقدم وعند ذلك يكدح ويشتغل لكي يجد فرصة يقدم. أما إذا شعر أنه إنسان عادي يذهب من الوظيفة إلى البيت إلى المسجد إلى زيارات عائلية ولا مثلا عزائم بعد العشاء وسهرات ويرجع مرة ثانية ونام وهكذا، فهذا الشخص العادي لا يمكن أن يكون له يعني سعي وجدية في 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 وقته، ولا يمكن أن ينتج شيئا للإسلام إلا يعني أشياء متفرقة وبسيطة. ومشكلة الكثير من الناس لأنهم يعيشون هذا الواقع، خلص من المدرسة للبيت يعني شيء آلي، شيء آلي، نظام آلي يسير عليه، ولذلك فإن حياتهم مليئة بالملل. ونعوذ بالله أن نكون أناسا مثل هذه النوعية، ما يمكن، أو كيف هذا عيش دنيء وسيء. لكن عندما تشعر أنك صاحب رسالة وصاحب مسؤولية وداعية وعليك أن تقدم ورب أسرة وتربي أولاد وتقوم بالشعار إسلامية وتؤدي للمجتمع، عند ذلك تشعر بالإثارة فعلا في العالم الذي أنت تعيش فيه، وتشعر بأن عندك يعني تتفجر عندك طاقات لم تكن موجودة من قبل. ولذلك انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا كانوا في الجاهلية؟ كانوا أغمار فعلا. من هو مثلا، من هو طلحة وسعد في الجاهلية ومن هو؟ لكن لما جاء الإسلام، من هو مصعب في الجاهلية؟ شاب طايش لعاب. لما جاء الإسلام دخل نفس مصعب، فتح المدينة فتحها بالقرآن قبل أن تفتح، ما فتحت بالسيف، فتحت بالقرآن على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وطأ ومهد لقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نفسية مثل نفسية مصعب بن عمير، وينبغي وأنصح بقراءة سيرة مصعب بن عمير ودراسة سيرة مصعب بن عمير، لأنه إنسان كان قبل أن يلتزم بالإسلام ويسلم كان شيء وشخصية، وبعد ما التزم بالإسلام صار شخصية ثانية مختلفة تماما. والذي نريده نحن الآن من الإخوان، نريد من الشباب، نريد من الناس، نريد من أنفسنا نحن أن نشعر أننا نختلف عن الناس العاديين، وأننا بالتزامنا بالدين وبانتهاجنا لهذا للشرع القويم أننا أصبحنا ناس مختلفين عن الناس العاديين، ولا بد أن تكون اهتماماتنا وطاقاتنا مختلفة عن قبل. أنا إذا ما شعرت أن هناك فرق بين حياتي عندما كنت ضال أو عندما كنت قبل أن ألتزم طائش وعندما كنت مثلا ضائع، إذا ما شعرت أنه في فرق بين حياتي السابقة وحياتي الآن بعد أن التزمت بالدين وصرت أطبق الأحكام وأحلل الحلال وحرم الحرام، إذا ما شعرت أن هناك فرق، متى ستنتج عندي الطاقات وتنتج عندي الدوافع لتقديم شيء لهذا الدين والعمل لأجل الدين؟ ما يمكن. فإذا ما شعرت أن هناك فرق وأنك تختلف عما كنت سابقا، ليس فقط باختلاف اللحية والثوب والسواك وجزاك الله خير، وإنما تختلف ضمنا، تختلف قالبا أيضا، وتختلف شعورا ومنهجا إحساسا وقلبا ونفسا وعقلا وذهنا واهتمامات، إذا اختلفت أنتجت ولو كان في ضغط دراسي ضغط وظيفي. أما إذا شعرت أنك شخص عادي لا يمكن، متى تنتج ومتى تعمل ومتى تتعلم؟ ما يمكن. وكذلك فإن الأمور لا بد أن تأتي بالتدريج، لا بد أن تأتي الأمور بالتدريج. فما يمكن أن يهجم الواحد يقول خلاص أنا الآن لا يمكن، أما شيء اسمه يعني ممارسة ألعاب بدنية هذه ستترك نهائيا، وقضية مثلا يعني مسائل يعني اجتماعية وما تضيع وقتي في زيارات عائلية هذا أبدا لن يحدث، وإن أوقات الوجبات والنوم لابد بدل ما أنام 8 ساعات لأكون جادا، لابد خلاص من غد 4 ساعات، لابد خلاص 4 ساعات، ما يمكن هذا. هذا معنى الحديث الضعيف الذي هو حكمة صحيحة، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد مسك الدابة عنده مشوار طويل بالسفر، على الدابة قال لابد أن أقطع المسافة وأكون جاد ومحقق للإنجاز، فجهد على الدابة وأرغمها وسار بها وحثها وبقي عليها يمشي ويمشي ويمشي، وفي النهاية هلكت الدابة من شدة السير وانقطع في الطريق، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولو أنه مشى بشكل تدريجي وارتاح ومشى وارتاح ومشى لبلغ النهاية.
ولذلك فإن من العلاجات مسألة التدرج وأخذ الأمور بالطريق الصحيحة وبالنصاب والقسطاس المستقيم. ولا يمكن أن الإنسان يعمل وقد كلف نفسه فوق طاقته. وتأمل في سيرة العظماء تجد أنهم تدرجوا. أنت الآن تظن مثلا أن شيخا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية كانت المهام التي قام بها مثلا بعد مثلا لما صار عمره مثلا نفرض مثلا 50 سنة مثل المهام التي كان يقوم بها وعمره 30 سنة؟ أما يمكن؟ لأن الإنسان يكبر وتكبر معه طموحاته وأهدافه وإنتاجه ومهماته، والمسؤوليات الملقاة على عاتقه تكبر مع تقدمه هو وسيره. ولذلك فإن الإنسان يحتاج إلى جدية مضاعفة كلما تقدم في المشوار مسافة أكبر، وكلما قطع مسافة أكبر. ولا بد كذلك من الأمور التي تتعلق بالتوفيق بين الدراسة والدعوة، والدراسة وطلب العلم، والوظيفة والدعوة، والوظيفة وطلب العلم، التفريق بين الأشياء الملحة والأشياء المهمة. كيف؟ مثلاً أنا طالب أعرف أن بعد أسبوع ستبدأ الامتحانات النهائية، هذا شيء ملح. صحيح أن قراءة كتاب مثلاً العبودية لابن تيمية وإغاثة اللهفان أهم من قراءة في كتب الكيمياء والفيزياء والكهرباء والكمبيوتر والرياضيات وغيرها، هذا صحيح من الناحية المبدأ صحيح. لكن أنا كمسلم أريد أن أنظم وقتي ويكون عندي فسحة في قضية الدراسة والوظيفة والتوازن بينها وبين طلب العلم والدعوة. لا يمكن أن أقدم هذا الشيء المهم على الشيء الملح وأقول بلا دراسة بلا امتحانات بلا كلام فاضي بلا وظيفة وبلا دوام بلا كلام. أنا الآن فلأجلس وأقرأ هذا كتاب مهم جدا لابد أن أنجزه ولابد أن أقرأه، ما يمكن. فإذا الشيء الملح هو الذي تفعله، الذي لابد أن تفعله الآن. فأنت الآن بعد أسبوع عندك اختبارات، لابد أن تكون الآن منشغل بالإعداد والدراسة. لكن في أوقات الإجازات ماذا يكون وضعك؟ يكون وضعك مختلف تماما. وهكذا. وكذلك قل بالنسبة مثلا للطبيب، يا أخي عنده عمليات جراحية، عنده دوام في المستشفى، لابد أن يداوم. ما يمكن يقول الله فلأدع العيادة جابا وأسمع لي شريط أفود لي. لكنه يمكن في بعض الأحيان أي واحد أن يسمع شريطا وهو يعمل عمل يدوي، ممكن أن يوفق، ممكن ربة البيت تطبخ وتسمع إذاعة القرآن الكريم، ممكن. فإذا نحن نريد الآن أن نقوم بأكبر ما يمكن أن نقوم به من الأعمال والمهام التي تطيقها أنفسنا في نفس الوقت أو في مدة قليلة. وكذلك بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل، أنا يمكن أن أصطحب شخصاً معي لأدرس معه أو أشتري أغراض من السوق معه أو أدي عمل مثلاً دنيوي معه، وفي نفس الوقت أنا أعلمه أشياء وأنبهه، وعلى الأقل إذا جاء وقت الصلاة أروح أنا وياه نصلي سوا، وفي الطريق يمكن أن أسمعه كلام طيب. أنا ممكن أذهب مع فلان لسوق الخضرة ونشتري أغراض معه، ممكن أخذ جاري أقول يا جاري متى تريد أن تنزل السوق تشتري أبو خضروات، نذهب مع بعض ننزل سوا. في الطريق إلى السوق أنا ممكن أقول له كلام طيب، فإذا أنا أعمل شيء دعوي، وفي نفس الوقت أنا أذهب لأشتري شيء لابد منه للبيت فهو شيء دنيوي. وإذا جاء وقت الصلاة نترك السوق وأذهب أنا وياه ونصلي، فإذا أنا أديت مهمة دعوية في أن أدعو للصلاة في الجماعة، وفي نفس الوقت أنا سأذهب بعد قليل أشتري الأغراض. فإذا هناك بعض الأمور يمكن أن تتم مع بعض في آن واحد بخطوط مستقيمة متوازية. وعلى الأقل أمنعه من المنكر، أمنعه من المنكر، أذهب به إلى مكان هادئ لأدرس أنا وهو، وأقل شيء يكون الجو الذي لدي ما في منكر، قد إذا درس لوحده يدرس على الموسيقى الهادئة. ويابد أن لا ننسى أيها الإخوة مطلقا قضية البركة التي يطرحها الله في الوقت والعمل والجهد إذا نحن
التزمنا بشرائع الدين وأحكام الدين. نكتفي بهذا الجانب الكلام في مقدار المشكلة في هذه المشكلة، ننتقل إلى مشكلة أخرى وقضية أخرى تختلف نوعا ما بالموضوع، وهي مسألة اجتماعية في الحقيقة، وتحتاج إليها تبيانها وإيجاد حل لها بعض النساء والمرأة التي لديها أولاد بالذات. هذه الشكوى ملخصها تقول إحدى بعض الإخوات: تقول مثلا بعض الأخوات: إنني وبعض قريناتي من النساء المستقيمات، ونحن متزوجات ولدى كل واحدة منا طفل أو طفلين أو ثلاثة، نجتمع في مثلا بيت واحدة لنتدارس ونتذاكر في العلم والدين، وإن وجود الأطفال معنا يسبب مشكلة أو معدة مشكلات في هذا الاجتماع. طبعا يمكن نحن يعني معشر الرجال لا نقدر المسألة حق قدرها، لأننا لا نباشر مسألة الملازمة الأولاد الصغار وكل شيء، أو قد لا يكون البعض متزوج ليشعر بالمشكلة، لكن هي إذا أنت نظرت إليها ودخلت في قالبها وعشت لحظاتها لتشعر فعلا أنها تحتاج إلى إيجاد حل وإيجاد يعني كلام في تبيان هذه المسألة. إذا اجتمع النساء في مثلا بيت وكل واحدة مع أطفال، فإن الذي يحصل أن مثلا بعض الأولاد يعتدي، بعض أولاد ولد هذه يعتدي على ولد تلك ويضربه، فقد يشجه وقد يفعل به شيئا مؤذيا، وبعض الأولاد اللي عندهم نوع من الشقاوة مثلا يكسرون بعض المحتويات الموجودة في بيت المرأة المضيفة صاحبة البيت. بعض الأولاد قد من الصغار مثلا قد يتبولون على السجاد أو الفرش الموجود في البيت ويحدثون به نجاسة وضررا. بعض الأولاد قد يتخاصمون على لعب الأطفال الموجودة في بيت هذه المرأة المضيفة، فينتج عن ذلك مثلا شعور بالعداوة أو شيء من العداوة والاقتتال الطفولي بين الأطفال، في يعني هذا أخذ لعبة هذا أخذ لعبة كذا، صار مشادة وصار هذا. هذه الإشكالات تنتج أشياء، فمن الأشياء التي تنتجها مثلا أن مثلا المرأة هذه صاحبة البيت تغضب بطبيعة الحال، لأن مثلا ممتلكاتها في البيت قد حصل لها ضرر، وأيضا يعني تشعر بنوع من الخشية، لأن الزوج إذا قدم رأى هذا الشيء مكسور وهذا مكسور وأنت ما انتبهت الأولاد وأنت وأنت، فيحصل أيضا مشكلة مع الزوج. أيضا لما يضرب ولدها فلن تكون هي يعني قريرة العين ومطمئنة القلب، لأن ولدها قد ضرب ولأنه أوذي ولأنه اعتدي عليه، فيتشعر بألم نفسي من هذه المسألة. أيضا التدخل في حل النزاعات بين الأطفال، وخصوصا عندما تقوم مثلا امرأة وتضرب طفلة أو ولد الأخرى، فإن الأخرى اللي هي أم الطفل ستجد في نفسها: كيف ضربتي ولدي؟ وأيضا عندما تقول امرأة لولد امرأة أخرى: أنت غير مؤدب وأنت وأنت، ومثلا تتكلم عليه وتقول: ولدك والله شقي، ولدك هو الذي يقوم بضرب الأولاد، ولدك هو مسبب المشاكل، ولدك هو لو غاب ارتحنا وارتاحوا الأطفال، ولدك وما شاء الله عن عشرة ولدك. طيب طبعا هي الأم هذه لابد أن تنفعل وتستثار، لأنك معنى أنك قدحت في ولدها معناه قدحت فيها وفي طريقتها في التربية، ويعني مهما كان الولد عند أمه فهو كأحسن غزال موجود في العالم.
ماذا يكون الوضع بالنسبة لمواجهة هذه المشكلة؟ طبعا بالنسبة لقضايا الصياح الذي يحدث والذي يمنع النساء من الاستفادة من الوقت والعراق، فلا بد من إيجاد حلول له، مثل مثلا إذا كان البيت فيه غرفة ألعاب أن يكون الأطفال فيها، مثلا أن يعمل هناك مناوبة بحيث تقوم هذه المرأة برعاية الأطفال في هذا الدرس، والدرس الذي بعده تقوم مثلا امرأة أخرى بالرعاية، والدرس الذي بعد ثالثة وتناوب، مثل مثلا عمر بن الخطاب والأنصاري، هذا مرة يعتني بالزرع ويجلس في المزرعة، والآخر يذهب لحضور الدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل الأسبوع المرة التي اليوم الذي بعده، بالعكس عمر ينزل والآخر يبقى في المزرعة، ويكون هناك تناوب فيها تحصيل شيء مصلحة دنيوية، ويخبر كل واحد منهم الآخر، وبناء على ذلك فهذه المرأة التي رعت الأطفال اليوم تأخذ خراسة الدرس من النساء في آخر الدرس أو من إحداهن مما حصل، وهكذا يمكن أن يكون هناك تعاون على الخير من هذه الناحية. قد يوجد مثلا أقرباء فتضع المرأة عند أطفال، تضع طفلة في وقت الدرس مثلا عند مثلا أمها أو عند جدتها أو خالتها ونحو ذلك، أو عند الجيران، بشرط أن لا يكون هناك نوع من المضايقة. وفي نفس الوقت وفي الجهة الأخرى، وهي قضية نزاعات الأطفال ومشاكل الأطفال، ينبغي أن تعود الأم طفلها على الانضباط وتربيه على الأدب وعدم الاعتداء على الناس، لأنه في بعض الناس قد يقول لابنه إذا ضربك كف اضرب اثنين، وإذا لطأ لكمك لكمة امسح فيه الأرض. هذه الطريقة من التربية، ويقول والله أنا لابد ربي رضي عن الرجولة، لا يمكن يرضى بالذل. إيه ليش؟ ما هو رجال؟ طيب هذه الطريقة في المسألة هذه خطأ، وتربويا مسألة سقيمة ونتائجها سيئة، لأنه لابد الولد يتربى على عدم الاعتداء، ولابد أن يعاقب إذا اعتدى، وإذا اعتدي عليه يأتي ويشتكي، ما المسألة تذهب، ولابد معاقبة المخطئ حتى يشعر الولد أنه قد رد إليه اعتباره، وهكذا. مثلا لابد أن تحلل نزاعات الأطفال بطريقة مناسبة، مثل شغلهم عن مسألة العراق بلعبة جديدة أو بقضية أخرى، وتقسيمهم إلى فرقتين، ومثل هذا يلعب مع هذا، هذا يلعب مع هذا، بحيث أنه ينسون مسألة الشجار، لأنه في كثير من الأحيان يكون تدخل الأمهات لفض النزاعات أسوأ مما لو استمر الأولاد في العراق، لأن الأطفال أحيانا قد يرون لعبة فينشغلون بها ويتركون العراق، وربما لو ترك الأمر مع بعض الشدة في البداية أحسن من أن يحدث تدخل خارجي وتكون الأطراف المتنازعة كبرت، وانتقل النزاع إلى العوائل، وانتقل إلى أب هذاك، وهذه اشتكت عن زوجها، وهذه اشتكت عن زوجها، والزوجين صار بينهم مشكلة أيضا، وكبرت القضية. بينما لو ترك الأطفال أحيانا نقول في بعض النزاعات البسيطة يكون أولى. وكذلك فإن الأطفال ببراءتهم لا يضمرون إساءة لمن حصل بينه وبينهم مشكلة، بخلاف الكبار، وهذا أيضا من الشيء الذي يعني يحبذ عدم التدخل. كذلك فإن التدخل باليد لضرب يعني ولد امرأة أخرى ما هو شيء محمود، وإنما ينبغي مثلا تنبيه والدته على حدة، وليس التشهير بطفله أمام الجماعة، لأن التشهير بطفله أمام الجماعة يعني التشهير بها وبطريقة تربيتها. وكذلك فإن يعني عند الانتهاء من الزيارة المفروض أن يقوم النساء بترتيب البيت الذي كنا فيه الآن، وهذا مما يعني يساعد المرأة صاحبة البيت، فقبل 10 دقائق مثلا من انتهاء الدرس تقوم هذه وترتب، مثلا هذه ترتب البيت والكنب والأغراض والأطباق، ويساعدنا في غسل مثلا الأشياء، حتى لو رجع الزوج إلى بيته ما يجد البيت قائم قاعد ويحمل على زوجته، وليش الوضع هكذا، فيكون هناك تعاون من جهة ترتيب البيت. وكذلك فإن يعني على الأمهات الانتباه في موضوع مثلا يعني لا مؤاخذة، يجب أن نذكر هذا حتى تكون المسألة يعني أيضا قضية، مثلا تغيير حفاظ الأطفال
وبعض البعض مثلا الأمهات ما تنتبه تأخذ ولدها من البيت دون أن تغير له الحفاظ أو دون أن يعني يذهب إلى بيت الخلاء ليقضي حاجته حتى لا يفعل شيئا في بيت الضيوف أو بيت المرأة المضيفة. بعض النساء لا يراعين هذا، تأخذ ولد كيفما اتفق وهناك يعني تبدل له. ثم أن بعض النساء قد لا يكون عندها اهتمام بمسألة وضع الحفاظ في المكان المناسب فترميها هكذا في البيت وفي هذا، فيتقذر الأرض بلاط الحمام وينتشر الوسخ، أو أنها لا تنتبه لولدها الذي يتبول على سجاد أهل البيت وهكذا. فهذه أمور ينبغي الدقة فيها، وهذه مسألة تعتمد ترى على التربية المبكرة للأم، وتعتمد على طبيعة البيت الذي خرجت منه، وتعتمد على مسألة الشعور بالمسؤولية، وتعتمد على قضية مراعاة شعور الآخرين، لأن بعض النساء قد ما يكون عندها مراعاة شعور الآخرين البتة، ولذلك تقع إحراجات كثيرة ومشكلات من جهتها. وإذا أخرجت المرأة ولدها نظيفا قد أكل طعامه وخرج نظيف، فإن الإزعاج منه سيكون أقل مما سيحصل لو لم يحدث ذلك. وينبغي أن تراعى مسألة قضية رفع الكلفة. بعض مثلا النساء تقولي هذه صاحبتي وهذه فلانة، يعني ما في بيننا شيء، لو أن الولد عمل شيء ما في. لا، ينبغي أن يكون هناك حدود بين قضية يعني في مسألة رفع الكلفة وفي مسألة الإيذاء وجرح مشاعر الآخرين. فنحن صحيح أنه ما بيننا شيء، وأخوات النساء بين مثلا أخوات بين بعضهن، لكن هذا لا يعني أن ترفع الكلفة لدرجة أن تحصل هذه التضايقات. ثم أن النساء ينبغي عليهن أن لا يعني يكن في مسألة من الحساسية المفرطة، بحيث أنه إذا ولدها فعل أدنى شيء، فعل له أدنى شيء، تغضب وتثور وتحمل في نفسها وترجع تبكي وتولول عند زوجها وفعلوا لولدي ولدي وولدي. لا، ينبغي أن تترفع المرأة عن هذه الحساسية الزائدة. وكذلك عند النصح، لأن أحيانا بعض النساء إذا نصحت لا قد تتقبل النصيحة أولا، مو تتقبل وإنما تسكت ثم تنفجر باكية أمام زوجها وتقول ووبختني أمام الناس وفعلت لي وانتقدتني وإلى آخره. وهذه مشكلة عظيمة جدا، لعل الوقت يتاح الكلام على مسألة الحساسية المفرطة عند النساء في المحاضرة المتعلقة بمشكلات الحياة الزوجية، والتي وعدنا بها سابقا، ولعلنا ننفذ الوعد إن شاء الله في مطلع الأسبوع، ليس القادم هذا وإنما الذي بعده، في محاضرة مستقلة عن سلسلة دروس الأربعاء، ربما تكون في جامعة عبد العزيز الدمام إن شاء الله، لأننا وعدنا بها. وقد كثرت المشكلات الزوجية جدا والشكاوي جدا، والطلاق الحاصل بسبب مشكلات قد ازداد وارتفعت نسبته، ولا بد من طرح المسألة بجوانبها المختلفة. وكذلك لا بد أن نقول أيضا إن المرأة إذا كان عندها استقبال جيد للنصائح فإنها ستتيح المجال للنصح، لأن بعض النساء أحيانا تريد أن تنصح لكن تقول أردت أن أتكلم لكن قلت يمكن يفهم كلامي كذا، يمكن أن لا يؤخذ بطريقة أخرى، فلا تنصح وتبقى الأخطاء مستمرة بسبب هذه الحساسية المفرطة تجاه النصح الذي يعتبر انتقادا وتوبيخا ونحو ذلك. ثم أن ضرب الأولاد بإجراء انتقامي مؤذي الأولاد ليس حلا، فإن بعض النساء قد يفعل ولدها شيء فتقول من باب يعني لف الموضوع أضرب ولدي ضربا مبرحا جدا، والولد ما عنده ذاك الشعور وهذا الإحساس بالخطأ، فيكون العقاب أكثر من الجريمة. طيب، أظن الآن فيه بعض المشكلات الأخرى لا يتسنى الآن وقت لعرضها، ولكن نعد إن شاء الله بأن نكمل الموضوع هذا في مرة قادمة وفي درس آخر من هذه السلسلة شكاوى وحلول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله السداد وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.